دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأوروبيين إلى المشاركة مالياً في إعادة إعمار سوريا للسماح لملايين اللاجئين بالعودة إلى منازلهم. وقال بوتين قبل مباحثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أزمة اللاجئين يمكن أن تشكل عبئاً هائلاً على أوروبا، مضيفاً أن لهذا السبب ينبغي القيام بكل شيء ليعود الملايين من الناس إلى منازلهم.